دي هنا توصل كل نهار دي خلي بالك. انا قريتها انا عندي شكون عندي ولد عمي ضابط يجيهم طرد مسموم في وزاره الدفاع ما تكلموش عليه وزير الدفاع نفسهم يبدي هم باهيله هي شنو هي لقات ممكن هي تعطيك ممكن هو جاب اسم نادي طرد جاي جاش ما جاش القيس ما جاش القيس تقدر ثم حاجات ياخذوها على البنار ماشي حكايه يعني الناس تو تحلل الفعل ما تستاهلش تحليل. انا اليوم راشد موجود في الواحد يجي جواب باسمي انا ما نسمح حد تجيبه لي البير حتى شيء ما تجيبه لي ولا مش تحلو انت وتشوف هذا باسم شكون وهذا وباسمي هو وانا موصي نقول لك جواب باسمي انا جيني كان لي الناس تبدا تأول وترى شنو هو وهو تعدى منه وهو دار هذا جواب هي موصيتهم اي حاجه بس ما هي وصل هي ما نسمح حد حليتوا القضيه فما غبره فارغ هو ولا جاتهاش غبره ولا واحد اما هي ساره ما نتصورش للدرجه هذيك ممكن تاع تخويف